إن من الأمور المهمة وعليها قامت شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم لأحد إيمانه إلا بها، ألا وهو التسليم والإنقياد والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. ثم لما مشى علي وقف ولم يلتفت، انظر إلى التسليم، لم يلتفت. قال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ الحديث. إذن من تسليم علي رضي الله عنه أنه لم يلتفت حتى في مثل هذا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا مسلمين له، إنه الرب الرحيم. ومقتضى التسليم ألا يرد الشرع لا بالعقل ولا بالذوق ولا بغير ذلك، كما بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا شافيا في كتابه مدارج السالكين. بل مما أفاد ابن القيم في أكثر من كتاب أن القسمة ثنائية، كما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال: القسمة ثنائية، إما اتباع لله ولرسوله لدين الله أو اتباع للأهواء. فكل من خالف دين الله بالعقل أو بالذوق أو بالاستحسان أو بالسياسة أو غير ذلك فهو متبع لهواه. ومما يذكره شيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى كثيرا يقول: إن اتباع العواطف في مخالفة الشرع تسمى عواصف، وذلك أن العاطفة إذا خالفت الشرع فإنها تكون هوى، عافاني الله وإياكم. ومما يعجب له أن ينظر إلى أقوام يخالفون كتاب الله بعقولهم. يا سبحان الله، أتخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتخالف الوحي بالعقل؟ أما رأيت إلى عقلك كيف يتقلب؟ اليوم يستحسن شيئا وغدا يستقبح هذا الشيء. بل الناس في أنفسهم متفاوتون في عقولهم، منهم من يستحسن هذا ومنهم من لا يستحسنه. لذا بيّن الإمام السدزي رحمه الله تعالى في رسالته لأهل زبيد إلى أنه لا يصح الاعتماد على العقول، وذلك أن الرجل في نفسه متفاوت في عقله، اليوم يرى الشيء وغدا لا يراه، ثم الناس متفاوتون في عقولهم. ومما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يذكره في كتابه درء تعاظي العقل والنقل وفي غيره من كتبه، يقول: إلى أي عقل نتحاكم؟ إلى عقل فلان أو فلان؟ فإن الناس متفاوتون في عقولهم. فكيف إخوة الإيمان يترك الشرع والوحي إلى هذه العقول، إلى العقول البشرية الضعيفة؟ يترك كتاب الله، الوحي، النور والهداية إلى العقول البشرية الضعيفة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا مسلمين له، إنه الرب الرحيم.